أحسن الله إليكم. هذا مستمع من مكة المكرمة، لم يذكر اسمه ولم يرمز له، يقول: إذا مات رجل وترك أموالا ولم يكن له ورثة، فإلى من ترجع تلك الأموال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة الشرعية، تنظر في قضية هذا الرجل، وهل هو صحيح ليس له ورثة ولا عصبة، هذا النظر فيه يكون إلى المحكمة. نعم.